يقولون، ودي حاجه بتضايق الرجاله المصريين قوي، انت مالك بتتخضي ليه كده؟ انا لسه هقول حاجه كويسه. لا بسمع. يقولون في مثل كده، اللي اتجوز شاميه نام نومه هنيه. شو يا سلام، شوف فرحت ازاي. والله صح. لا انا بحب، بص انا بحب البنات المصريات جدا، مش عايز مش عايزاهم يزعلوا مني، وامارات ودمهم خفيف وكل حاجه، بس ده انا عايزه اقول لك فعلا. بص بص الغول الشامي الانثوي طلع. بحب عشان كل ما بروح في مكان في بس هيزعلوا مني البنات المصريات. لا لا ما بيزعلوش، لا هم وبعدين اخد لهم الرجاله، واصلا يعني هو لا ما تلاقيش. بص هو احنا نقول يا سلام على الاجنبيات وسلام على الشاميات، بس برزقنا في المصريات. فما لما كنت بصور في اي مكان بروح بيقولوا طب ما عندكيش اخت بنت خاله بنت عم عايزين. ما اعرفش، بس هقول لك هي عندها ميزه واحده. يعني عندها ميزات كتير، بس اهمهم في موضوع الجواز ان هي امراه ذكيه، عندها مشروع مثقف. طبعا اللي عملوا كده مش كل اكيد صحيح. مش العشرة مليون يعني، بس في نفس الوقت هي ست بيت جدا، يعني هي فاهمه يعني ايه بيتها وجوزها وراجلها، ويعني ايه تاخد بالها، ويعني ايه تدلع جوزها، ويعني ايه اكل حلو. فهو هم بيحبوا فكره الاكل الحلو. كلميني عن الاكل الحلو شويه. بالظبط الاكل الحلو يعني، بس وانا بحاول اعملها. وهي فعلا ده اي حد يعني اي امراه قصدي تفهم ان النجاح هو مش بس بره البيت، هو النجاح هو زي ما يكون بره البيت لازم يكون جوه البيت فعلا. يعني المراه الناجحه بالنسبه لي مش بس تبقى في شغلها ناجحه، صحيح فعلا لازم تبقى. لا هي من معلوماتنا عن الاسر السوريه ان الزوجه يعني في حاله من حالات زي ما انت قلتي بتدلعه وبتريحه، بس في حاله من حالات الاحترام الذي ربما يصل الى مرحله التقديس، يعني بتقدس جدا الاسره وزوجها. تمام يعني الى حد بعيد الحمد لله. لو في فصل كنت قعدت اعيط بس. هيقول اني بعمل دعايه. والله والله هقول لك لا مش انا اللي قلت لك ان المثل ده بيتقال عندنا. لو بعد ما اتعرضت الحلقه جات لي اي كومنت على الفيسبوك او من 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 البنات اللي انا بحبهم المصريات، أيوة. هقول لهم انا ماليش دعوه، زعلوا من تامر. طب انا مالي؟ عشان انت دلوقتي وقعت. هو انا اللي بقدس جوزي ولا انتوا غلط عندكم انتوا؟ لسه ما فيش اولاد. لا لسه لسه ما فكرتيش لما اجيبي ولد هتسميه ايه؟ ابن الفارس الذهبي يبقى اسمه ايه؟ ما اعرفش بصراحه. ما فكرتيش؟ انا بفكر يعني طول الوقت بفكر باسماء اولادي، مع ان لسه يعني ما فيش. بس انت نفسك في ولد ولا بنت؟ بنت، بموت في البنات. يا سلام. نفسي بص لو كنت يعني لو كان عندي وقت يكون عندي اربع. انا بموت في العيال، بحبهم جدا، فنفسي يكون عندي اربع عيال، بس يعني للاسف مش حاسه ان انا ماشيه في مشروع الاربع عيال دلوقتي. بحب البنات. نعمل الاولاني بس وبعدين نوصل للاربعه. بحب البنات جدا جدا. بحب حنيتهم يعني فعلا. انت عندك اولاد؟ انا عندي بنتين. ربي يخليهم. فعشان كده حلوين يعني البنات. مصدق كلامك. حلوين البنات. بس هو حلوين، بس يعني انا مش هقدر انقل لك خبرتي لان انا اب. البنات حبايب ابوهم. انا يعني البنت بتبقى شويه مياله للاب. والولد بيبقى شويه ميال لحضن امه. لكن انا عندي بنتين الحمد لله ربنا رزقني بيهم وربنا يخليهم لي، يعني هم حياتي والدلع. يعني ماما بس هي بتاعه الاكل والمدارس والواجب والحاجات الوحشه. وانا بتاع الدلع واللعب والحب. فمش عارف بنات معاك هيعملوا ايه، بس بالنسبه للفارس الذهبي هيبقى حاجه حلوه قوي. بس مش عارف بنت صحيح بنت سميها بنت بنت فارس بنت الفارس بنت الفارس الذهبي. والله في شهاده الميلاد كتب بنت. هقول قول للفارس دي نصيحه تانية الاقتراح ده. لما تجيبوا بنوته امر ان شاء الله. وبعد نجيب ولد وبعد مش عارف بقى ولد الفارس الذهبي سيف ابن سيف. سيف. حلوه دي والله. سيف الفارس الذهبي عجبتني مش تمشي؟ احنا ممكن بص احنا عندنا وقت نجيب ورقه وقلم ونكتب اسم كندا. انت كان عندك مشروعات تاليف ومشروعات اخراج. بس واضح ان التمثيل هو مش تاليف. انا ما انا هقول لك انا كتبت في الصحافه يعني عشان انا درست ناخد مش تمثيل. ف بحكم دراستي وبعد ما انا دخلت التمثيل كتبت في مجله، كتبت لمده سنه ونص باب اسبوعي يعني كنت بكتب فيه اربع صفحات، وكتبت فيه مقاله نقديه واجتماعيه وحوارات والى اخره. عملت كان في عندنا زي مسلسلات بتعمل سكتشات يعني زي لوحات دراميه زي سهره يعني تلفزيون مش فيلم. فكتبت كم واحده، وكتبت برضو سيناريوهين لافلام قصيره. بس ده انا مش بسميه تاليف يعني، ده بالنسبه لي انت بيكون في عندك افكار فبتنزلها على الورق. ده صحيح. مش مؤلفه يعني.
والاخراج ما اخرجتش، انا اشتغلت كمساعده مخرج في السينما، وبعد كده عملت كم مشروع وثائقي، يعني عملت 2 بروجرامز وثائقيين وعملت فيلم وثائقي، بس برضو ما بحبش ان انا يعني بحس بدري عليا اقول ان انا مخرجه. انا عملت مشاريع في الاخراج عشان بحب الاخراج جدا فعلا، ومش شايلاه من بالي، وهعمله اكيد يوما ما، بس الاقي ان شاء الله وقت يعني فعلا يكون في عندي شويه وقت لازم اعمل كورسز الاول. ما بحبش ان انا اعمل حاجه يعني وانا مش واقفه على ارضيه صلبه، يعني حاسه ان انا عندي اكسبيرينس كويسه، شفت بشوف بتابع بقرا الى اخره، بس بحس ان لازم يكون عندي ارضيه علميه حقيقيه. فاول ما يكون ان شاء الله عندي وقت لازم، ده مشاريع يعني هعمل كورسز، وبعد كده في عندي اول مشروع، عندي مشروع فيلم قصير، بس هو مش قصير قوي يعني، هو غريب يعني، هو 40 دقيقه، ده اول مشروع. وبعد كده في يعني ان شاء الله رب، بس لما ربنا يوفقني ممكن ادخل مجال الاخراج. واحنا بالمناسبه عملنا كمان في حوارنا 40 دقيقه، وهو ده وقت فقرتنا. انت شرفتيني يا كندا، متشكره قوي، وانا عايز اقول لك ان انا والجمهور المصري كلنا سعداء بوجودك معنا، سواء في ولاد العم او في اهل كايرو، وفي انتظار المشروع الجديد حكايه بنت كانت بنت الفارس الذهبي. وتحياتنا لكل الشاميات والشوام، متشكره قوي، وكلهم حبايبنا، وعايزين نشوفك قريب في مسلسل ديني. ايه رايك في الفكره الحلوه دي؟ بحب المسلسلات الدينيه، ممكن يعني انا شفناك تاريخي ودرامي وتشويقي وبوليسي، حاجه دينيه بقى كده، لا اله الا الله محمد رسول الله، الحاجات الحلوه دي. طبعا بحب فعلا لما يكون في موضوع ومعمول بشكل، بص انا بحب المسلسلات الدينيه بس تبقى فيها فعلا كواليتي فنيه عاليه طبعا. يعني انا بتمنى فعلا ان ابقى موجوده، يعني تعمل ما بين حتى سوريا ومصر اكتر من عمل، بس انا بحبها ان ما تبقاش معموله كبس مسلسلات تعليميه، يعني بتوصل بس معلومه، تبقى فعلا معموله بشكل فني، الشخصيات حتى بتبقى اقرب للناس وبتوصل بشكل اقرب، الشخصيات الاسلاميه كلها بالزبط. ثراء فتوصل احسن. بالظبط، نورت يا كندا، متشكره قوي يا تامر، ثانك يو. انا متشكر ليكي، تصبحوا على الف خير.